événement organisé par l'ambassade d'Amérique اللي هي تهدف انه تطور العلاقات في صفاقس حول المجال نتاع لونتربرونيا. دونك الناس اللي موجودين هوني الكل اليوم عندهم علاقه بطريقه او باخرى بالونتربرونيا، دونك حابين نلموهم مع بعضهم. لو بوت سي لو نتوركينغ، يتعرفوا على بعضهم، يخدموا دي بروجي مع بعضهم. دونك سي سا اسونسيالمون لو بوت. لو كووركينغ سبيس ان كونسيبت انترناسيونال موجود في العالم اللي هو فضاء عمل مشترك، معناتها العباد لهنا تجي تخدم مع بعضها، تقرا مع بعضها، مي سورتو تبني حاجات مع بعضها. دونك لو بلوس هنايا سي لي فورماسيون، سي انك تتعرف على ناس ينجموا يعاونوك، سي كو تلقى اون ايكيب باغ اكزومبل بور مونتي ان بروجي، سي سا لو بلوس كون اوفر باغ رابور دوطخ اسباس كي سان دونك جوست بور قرايه ولا خدمه. بلوس فما امبيونس محليها، نعملوا جو، اني بلوس كون فامي كو جوست معناتها ناس تجي تخدم لهنا. تخرجت في برنامج فول برايت وهو في إطار التعاون الدولي ما بين أمريكا وتونس. دونك البرنامج هذا مكنني باش نقرا بروغرام دو ماستر في أمريكا، وبيان سور بعد ما قريت بروغرام دو ماستر رجعت لتونس، لأنه في الأخر لوبجيكتيف من البروغرام هذا أنه ترجع وتعاون بلادك وتحاول تقدم بها بطبيعة. دونك لكن التجربة هذه كانت ياسر انتيريسونت، على خاطر تخليك تشوف الدنيا من ثنية أخرى، من نظرة أخرى، من منطلق آخر، تخليك تشوف العباد كيفاش تخمم، كيفاش اللي لامبوسيبل ما فماش، راهو إذا كان إنسان يطمح راهو ينجم يوصل. نحب نوجه دعوة لكل واحد عنده حلم، رد بالك تسلم فيه، راهو إذا كانك تحلم وإذا كانك ما تأيسش راهو يجيك نهار وتخلي تحب عليه.